بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه أجمعين إلى يوم الدين. برجاء من الأخوة المشاركين في هذه الجلسة الوصول إلى المنصة. الدكتور طارق رمضان، برجاء الوصول إلى المنصة. نبدأ هذه الجلسة الثانية من جلسات هذا اليوم الأخير لمؤتمركم هذا، ونصبح عليكم بالخير ونتمنى لكم يعني يوما سعيدا، ونتمنى عليكم أن تشاركوننا في هذه الجلسة التي تتحدث في حقيقة أمرها عن تجارب شخصية ناجحة في حوار الأديان، بمعنى أنها تدور حول ما قد بذله المشاركون في هذه المنصة باتجاه حوار الأديان، ومن ثم يعني نطلب المداخلة والتحدث في هذه الجوانب والمشاركة. نبدأ بالمتحدث الأول فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة السعيد صبري، وهو خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا ورئيس هيئة العلماء والدعاء، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فيحدثنا الشيخ الدكتور عكرمة عن تجاربه الشخصية الناجحة في مسألة حوار الأديان، على أن يلتزم بالوقت مدة 10 دقائق، وبعد أن ننتهي من هذه النقاشات أو من إلقاء الكلمات من قبل المشاركين سنترك المجال ل الحوار والنقاش حول ما يطرح من قضايا وأفكار تتعلق بمسألة حوار الأديان. فليتفضل الشيخ عكرمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أنقل لكم تحيات أهل فلسطين، الأرض المباركة، الأرض المقدسة، وأقول أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين على التحديد قد انطلقت من العهدة العمرية، العهدة التي وضعها الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، سنة 15 هجري 636 ميلادي. هذه العهدة التي حددت العلاقة بين المواطنين في فلسطين، وأن فلسطين في تلك الفترة كانت تقع تحت حكم الرومان، وبالرغم من أن الرومان كانوا مسيحيين إلا أن أهل بيت المقدس فضلوا حكم عمر بن الخطاب العادل على حكم الرومان، فحينما يتحقق العدل يتحقق السلام، وإذا لم يوجد عدل فلا سلام، بل هو استسلام.
ومنذ العهدة العمرية وحتى الآن والمسلمون والمسيحيون يعيشون معا في حياتهم التعايشية، فلا داعي أصلا لما يعرف بالحوار، فأهل فلسطين قد تجاوزوا موضوع الحوار فهم في تعايش. أما بالنسبة لليهود فقد كانوا يعيشون نعم مع المسلمين والمسيحيين في فلسطين بكل أمن وأمان حتى عام 1917 حينما صدر وعد بلفور، الوعد المشؤوم الذي صدر من وزير خارجية بريطانيا في حينه، فتوتر الوعد والوضع ولم يكن هناك أي مجال للحوار، لأن أهل فلسطين شعروا بالظلم الذي وقع عليهم، فمجال الحوار في فلسطين يكون حينما يتحقق العدل. وأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فهنا استثناء بأن الظالمين لا مجال لمجادلتهم أو الحوار معهم حتى يرفع الظلم وحتى يتحقق العدل، فإن لم يتحقق العدل فلا سلام. نقطة أخرى حول التجربة الشخصية. التجربة الشخصية هي تتمثل في التعايش. لقد شكلنا في مدينة القدس لجنة إصلاح مهمتها معالجة القضايا الشخصية التي تحصل بين الناس. من المتوقع أن تحصل مشكلة بين مستأجر للبيت وبين مالك البيت، بين مشتر وبائع، بين جار وجار، هذه سنة الحياة، فلا بد أو متوقع أن تحصل خلافات. قد تحصل خلاف بين مسلم ومسلم، تحصل خلاف بين مسيحي ومسيحي، وتحصل خلاف بين مسيحي ومسلم. ونحن حريصون حينما تحصل مشكلة بين مسلم ومسيحي أن نتدخل بشكل مباشر حتى لا تستغل من قبل الاحتلال، وحتى لا يتقول وتفسر تفسيرات غير صحيحة، وبالتالي نبت هذه القضايا والمشاكل ما تحصل بين مسلم ومسيحي في الأمور الشخصية والحياتية والدنيوية. أيضا قمنا بعدة ندوات في القدس بخاصة وفلسطين بشكل عام، يشارك فيها علماء مسلمون ورجال دين مسيحيون أيضا. وهذه الندوات تتنقل من مدينة لأخرى وتركز على موضوع التعايش وموضوع التآخي وموضوع التعامل والاحترام والمواطنة. وأيضا في المناسبات الدينية الاحتفالية حينما نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف أو بذكرى الإسراء والمعراج أو بذكرى الهجرة النبوية، فإن عددا من رجال الدين المسيحي يشاركوننا ويلقون كلمات في هذه المناسبة. وأيضا فيما له علاقة بالاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من قبل
اليهود المتطرفين أو على كنيسة القيامة، فإن رجال الدين المسيحيين يقفون بجانبنا ويأتون إلى الأقصى للمؤازرة. ومثل ذلك حينما تتعرض كنيسة القيامة أو أي كنيسة أخرى في فلسطين، فإن علماء المسلمين يذهبون إلى الموقع الذي حصل فيه الاعتداء على الكنائس للمؤازرة وللاستنكار الاعتداء الغاشم على أماكن العبادة. ونحن في جميع المواقف يشارك بعضنا بعضا، وفي جميع الأحداث الساخنة في فلسطين، وبالتالي نقول أن هدف الحوار هو للتعاون، لكن كل ومعتقده، كل يعتقد ما يريد وما يرى وما يشاء، ولكن لا نريد، لا يعني هذا بأن الحوار سيغير كل دينه. التجربة الشخصية تكون ناجحة ما دامت الحلول سليمة، وما دامت المواقف أيضا مشرفة. ونستطيع القول أن فلسطين بلد نموذجي في التعايش بين المسلمين والمسيحيين منذ 15 قرنا، وحتى الآن لم يقتل مسلم مسيحيا ولم يقتل مسيحي مسلما أبدا. هذا النموذج أستطيع القول أنه فريد، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يضع إسفينا وخلافا بين المسلمين والمسيحيين منذ عام 1967 وحتى الآن، وفشل في جميع المحاولات. الذي يتابع الإعلام الإسرائيلي يحاول حينما يعتدي أو يحصل خلاف بين مسلم ومسيحي، الإعلام الإسرائيلي يبدأ في تكبير وتضخيم الخبر وإعطاء الإشاعات في الموضوع، لكن لم يلتفت أحد لهذا التضليل الإعلامي. وما بخفى عليكم أن أحياناً الإعلام التضليلي قد يؤثر ويعطي نتائج سلبية، لكن ما دمنا واعين لهذا الإعلام بالذات فإنه يفشل دائماً، ولا نلتفت للتحريض ولا نلتفت للتشويش وللإشاعات. نقطة أخرى موضوع، خلصوا 10 دقائق، الوقت انتهى. انتهى الوقت، يلا انجز في دقيقة. نشير إلى حرمان أهل مدينة القدس من حرية العبادة، حرمانهم من حرية العبادة، وخاصة أيام الجمعة حينما الاحتلال الإسرائيلي يحدد الأعمار، فمن كان عمره أقل من 50 سنة يحرم من دخول الأقصى وبالتالي يحرم من صلاة الجمعة. هذا الإجراء غير موجود في دول العالم أبدا، لا يوجد دولة في العالم
تحدد الأعمار لمن يريد أن يصلي في أي مكان عبادة وفي أي دين. أما في فلسطين فإن الاحتلال الإسرائيلي يستعمل هذه بحجة أمنية. ومن الذي يخل بالأمن؟ إنه الاحتلال الإسرائيلي. فلا توجد في فلسطين الآن حرية عبادة للاعتداء على الأقصى والاعتداء على المساجد والكنائس وحرمان عدد كبير من دخول المسجد الأقصى المبارك. لدي توصيتان إن تكرمتم للمؤتمر. التوصية الأولى مطالبة هيئة الأمم بتبني القرارات التي تصدر عن المؤتمر هذا وعن المؤتمرات الأخرى لتنفيذها وحمايتها ومعاقبة من يخالفها، لأنه إن لم يكن هناك قوة سياسية لحماية المؤتمرات وتنفيذ القرارات فلا فائدة منها. التوصية الثانية مطالبة هيئة الأمم أيضا بتجريم من يتعرض بالإساءة للأديان وللأنبياء، سواء من خلال المقالات أو من خلال الرسومات، رغم أن هيئة الأمم حتى الآن لم تصدر ولا تريد أن تصدر لأسباب لا تخفى عليكم. ونحن نصر أن تتبنى هيئة الأمم تجريم من يتعرض للأنبياء. وشكرا لكم والسلام عليكم. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري على هذا الإيجاز وعلى هذه النقاط والمحاور المتعددة التي ذكرها وطاف بنا في خلال مجالها، متعددة يعني مسحة تاريخية شرعية في مسألة الحوار وأهميته، وأن الحوار ينطلق أو يرتكز على قاعدة التعايش. كذلك ذكر لنا تجربته الشخصية، وهذه التجربة الشخصية كما ذكر ترتكز على قاعدة التعايش، وخاصة أننا قد أصبحنا في قرية صغيرة أو العالم قد أصبح على هيئة قرية صغيرة. كذلك ذكر ما يتعلق بمسألة تجربته الشخصية من حيث إقامة الندوات، وأن هذه الندوات تتحمل أو تدور في محاور كلها تقوم على التعايش. كذلك ذكر مسألة المناسبات الدينية المشتركة أو التي يتبادلها أهل الإسلام وأهل الديانة المسيحية. كذلك ذكر مسألة التكاتف ضد الاعتداءات على المقدسات الدينية، وهذا شيء يحمد للمسلمين والمسيحيين في فلسطين. كذلك ذكر من مقومات النجاح التجربة الشخصية، وركز عليها بشكل أساسي. هذا في حقيقة الأمر قد بين بأنه لا بد من مسألة الإخلاص في إنجاح أي تجربة شخصية في مسألة الحوار بين أتباع الأديان، ونحن بحاجة فعلا إلى مسألة الإخلاص، أن نكون مخلصين في هذا الأمر. وكم نحن يعني لولا أن الوقت ضيق لا استمعنا إلى الشيخ، ونحن بحاجة أن نسمع الكثير والكثير والمزيد. وفي النهاية أشكره وله جزيل الشكر على هذا الإيجاز وعلى هذه الورقة القيمة. والآن ننتقل إلى متحدث آخر، فهو الإمام محمد حاج ماجد رئيس الاتحاد الإسلامي لشمال أفريقيا. فليتفضل مشكورة. لشمال أمريكا. فليتفضل مشكورة على أن نلتزم بالوقت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Usually speak on this topic in English.
But I agreed with the Dr. Yusuf, we're going to speak in Arabic because I'm speaking to the audience in the Middle East about our experience in the United States for it to be translated to English. أشكر في البدء مركز حوار الأديان بدولة قطر لإتاحة هذه السانحة والفرصة لنا جميعا للالتقاء في دوحة الخير للحوار والتعاون على البر والتقوى التي دعا لها القرآن الكريم. عندما يطلب مني الحديث عن تجربتي الشخصية فأنا أبدأ بتجربتي الشخصية في بيتي في الأول، ثم في مسجدي، ثم في المستوى العام في أمريكا كرئيس للاتحاد الإسلامي. أنا أؤمن أن هناك أسس للتعاون بين الناس لا بد لها من أن تتحقق حتى يتحقق هذا التعاون. هذه الأسس أولها هو مبدأ التعارف الذي ذكر كثيرا في هذا المؤتمر، وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأول ما تقوم العلاقات تقوم على التعارف، ثم يكون التعاون بين الناس. فأنا في الولايات المتحدة في المنطقة التي أسكن فيها، قبل أن أرحل للبيت الذي أسكن فيه قدم لنا جيران مسيحيون الدعوة بالتعرف على أهل المنطقة لما عرفوا أننا قادمون لهذه المنطقة، ثم دعوا أهل المنطقة الجيران في بيتهم عندما رحلنا وانتقلنا إلى المنطقة ليتم التعارف بيننا. وأنا دائما لما أذكر هذه القضية وأذكر هذه التجربة يستغربها كثير من الناس أن هناك جوار في أمريكا كما يعهده الناس في كثير من البلاد يقوم على تعاون الناس بعضهم البعض في المنطقة التي يسكنونها. فإذا كان هناك شخص مرض في المنطقة مرض مزمن، يقوم أهل المنطقة بإعداد الطعام لهذه الأسرة، وهناك جدول ينشر على الإنترنت لخدمة هذه الأسرة. وإذا توفي شخص في المنطقة، هذه المنطقة يسكنها مسيحيون ويهود ومسلمين وعندنا أسرة هندوسية من الهند، وإذا توفي شخص أيضا يقومون بإعداد الطعام لمدة كم أسبوع، يتناوب أهل المنطقة الجيران على ذلك، ثم أقوم بفتح بيتي لهم كل رمضان وأدعوهم جميعا لتناول الإفطار معنا. وقامت علاقة قوية بيننا في هذا الجوار. فأنا أقول عندما تتحدث عن التجارب الشخصية إنما يبدأ بالجوار، ولذلك تجارب الإسلام في موضوع الجوار كثيرة وكبيرة، وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب. ليس هناك من وقت سرد كل هذه الأحاديث والتي تعرفونها، لكنني أقول أننا عندما نتحدث عن الحوار وتعاون نبدأ محليا local، يقولون باللغة الإنجليزية act local and think global، أبدأ من جيرانك ولكن ننظر نظرة عالمية للأمر. والتجربة الثانية هي تجربتي كإمام في مسجد مركز آدم الإسلامي، وهي تجربة تقوم على التعاون بيننا وبين أهل الأديان في المنطقة، بل أننا عندنا فرع لمركز آدم الإسلامي في منطقة ريستون كانت تستضيفه كنيسة لسنوات عدة. وهذا أمر شائع في أمريكا الشمالية أن أغلب المساجد بدأت في الكنائس. استضاف المسيحيون أهل الإسلام والمسلمين في كنائسهم سنين عددا، يصلون الجمعة والجماعة والتراويح. ثم لما بيعت تلك الكنيسة
فتح معبد يهودي في منطقة راستون بابه لنا لصلاة الجمعة وصلاة التراويح، واشتهرت هذه القضية وقطتها أغلب وسائل الإعلام العالمية 110 يعني تقرير حول هذا الموضوع. ثم كان أن هناك معبد آخر في منطقة أشبرن فتح بابه أيضا لمسجد كامل، فأصبح نصف المبنى نصه معبد ونصه مسجد تقام فيه الصلوات الخمسة وتقام فيه الشعائر. ثم كان لما كان الأحداث المشهورة التي تعرفونها المأساوية أحداث سبتمبر، تم اعتداء على المسجد عندنا، وكتب بعض الناس بعض العبارات النابئة على جدران المسجد. لما ظهر هذا الأمر في وسائل الإعلام قدم إلينا المسلمون واليهود والسيخ بالزهور والتبرعات بنظافة المسجد، وتبرعوا حتى للمسجد. وثم كان العام بعد ذلك